لا شيء يعلو اليوم فوق صوت الرصاص. هكذا بدت شوارع الخرطوم بعد الاستفزازات المتكررة من قبل ميليشيا حماتي المتمردة على القوات المسلحة. فبعد المحاولات المتكررة لها للسيطرة على عدد من المرافق العامة والمباني الحكومية والعسكرية في العاصمة، قامت قوات الشعب السوداني بالتصدي لها. ففي العاصمة الخرطوم استطاع الجيش إحكام سيطرته على مباني القيادة العامة والقصر الجمهوري والإذاعة والتلفزيون ومطار الخرطوم الدولي مع تكبيد الميليشيات الكثير من الخسائر البشرية. الطيران الحربي نفذ عدة طلعات جوية استهدفت مبنى قيادة ميليشيا حماتي المتمردة بالخرطوم بعدة صواريخ، ما تسبب بتدميره واشتعال النيران فيه. فيما شن الطيران أيضا عدة غارات جوية على معسكراته في كرري، محققا إصابات محققة بين صفوف الميليشيا. في الوقت الذي احتدمت فيه المعارك في محيط مطار مروي في الولاية الشمالية عقب محاولات الميليشيا المتكررة من اقتحامه، وسط استبسال كبير من أفراد القوات المسلحة الذين يبذلون الغالي والرخيص لمنع هذه الميليشيات من السيطرة على المطار. الضغط الكبير الذي يمارسه الجيش على الميليشيات دفع أفرادها وضباطها للهرب من مواقعهم ومقراتهم العسكرية، بينما فضل عدد منهم الاستسلام للجيش. التطورات المتلاحقة وما تزال قواتنا المسلحة تصد الهجمات الغادرة لميليشيا حماتي المتمردة التي تسعى للسيطرة على البلاد وسط صمت من بعض القوى السياسية الموالية لها والموقعة على الاتفاق الإطاري التي تريد إبعاد الجيش واستبداله بهذه الميليشيات. فهل توضح هذه الكيانات موقفها من تمرد حماتي وأخيه على القوات المسلحة؟ أم ترها تمثل الغطاء السياسي لهذا الانقلاب؟